النهاية هو ألوف بالدرجة الأولى. أنشطة بتم تنظيمها من قبل الأهالي والطلاب نفسهم، بحيث أنه حسب الجنسيات بيشاركوا في مجسمات أو مجمعات تخص كل بلد. البلاد كلها بتطرح أفضل ما عندها من مأكولات، منسوجات، أعمال، أشياء تشتهر فيها. الفرصة للطلاب الآخرين للتعرف على بلاد زملائهم وزميلاتهم بالمدرسة. يوم يعتبر نشاطي بامتياز أكثر مما توقعنا، لأنه في فرحة للأهل وخروج عن المألوف وعن الأيام الدراسية العادية. الطلاب لازم يعرف أنه التعددية شيء طبيعي في كل المجتمعات. كل طالب بيبقى ليه الفرصة ان هو يعبر عن بلده، والحضور طبعا اللي بيجوا بيتعرفوا على الحضارات التانية، البلدان التانية، الاكلات اللي بتتقدم، اللبس، الديكور، فهي فرصة جميلة للتعارف، خاصة ان ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. احب اقول للمدرسة شكرا جدا على حسن التعاون. الايفنت في الاول خالص كان مجرد فكرة عندي ان انا انفذها للطلاب زمايلي، لان دي اخر سنة ليا في المدرسة، فالحمد لله تنفذ على أكمل وجه. الكل فرحان وسعيد وبيرقص وبيضحك. أشكر جدا المدرسة على تعاونها وخدمتها لينا على كل حال. هلا هون نحن عم نحتفل بالإنترناشنال داي، وفينا نتعرف على العادات والتقاليد تبع كل البلدان. أنا كتير مبسوطة لأنه عم نتعرف كمان على بلدان رفقاتي، وفخورة كمان لأنه أنا واقفة هون قدام البوث السوري. فتعالوا انبسطوا معنا. هون بشكل عام كلنا، كل واحد له خيمة وكل واحد بيزينها ببلده وبيشتغلوا بفريق. يعني هلا احنا فلسطين جبنا اشياء تراثية، وهلا عم نقدم اكل فلسطيني تقليدي. هذا اليوم بيزيد للبني ادم معرفة عن الثقافات الثانية، بيصير عقله متفتح اكثر. اليوم الانترناشونال داي اللي هو بيضم اكثر من بلد، في عندنا مثلا سوريا، لبنان، العراق. مثلا أنا هسه عراقية، مثل ما شايفين هنا عندنا نعرض تراثنا، أكلنا وهم ملابسنا. مثلا أنا وياها لابسين عن تراث بلدنا، فإحنا هيك بدنا نعرض التراث، نعرض كل شيء عن بلدنا. وهنا هم تشوف هم هواية صور، يعني بينت هو شنو العراق، يعني شرحت بشكل يعني معمق شنو هو. كثير رائع انه يتم دعوتنا لحضور هذا اليوم المميز،
اللي بتجتمع فيه كل ثقافات وحضارات العالم تحت سقف واحد، هو سقف المدرسة الأمريكية الدولية بإدارة الدكتور عثمان عبد الباري. أنا سعيدة كتير بهذا الإيفنت، شايف قد الأولاد مبسوطين بتفاعلهم مع بعض، باختلاطهم بثقافات وشعوب العالم. شركة الليث لتغطية الفعاليات إعلاميا من حيث التصوير ما شاء الله عاملة تغطية كتير قوية بالتعاون مع العزيزة فادية الطويل، وتنظيم الفعاليات كتير حلو. وأنا كتير سعيدة إنه الأولاد كتير مبسوطين والأهالي كتير مبسوطين، وأتمنى يكون هذا إضافة لمخزونهم الثقافي، لأنه تقبل الآخر يتم عبر إدماج الأولاد بثقافات مختلفة من خلال نشاطات المدرسة. هذا الملتقى أو هذا اليوم العالمي عشان تعرف الحضارات، نخلي الطلاب من كل الجنسيات يتعرفوا على الجنسيات الثانية، ويكون في نوع من الخلطة والتآلف والمعرفة، وإن شاء الله إنه تكون تكلل هذا اليوم في النجاح. شكرا جزيلا لكم. قوي على الصوت يا شالي، قوي على الصوت بالعالي، قوي على الصوت يا سوري، شو هالردة المرخية، شو هالردة المرخية، سمعونا صوت السورية، سمعونا صوت السورية، والعرب الشامية، ويا عيني ويا عينيا، والعيوني خواطركم، وجينا الليل نهنيكم، وبالعرب الشامية. وطير وغرد يا هالطير، وطل علينا وجوه الخير، وطل علينا الغوالي، وهذا السوري هالغالي، وهذا السوري هالغالي، وهذا الشيولي حمر، حمص العادية، حي الأسكرتية، حي اللدقية، حي اللدقية، حيولي حالة، حيولي حالة، حالة بالشهبة، حيولي درعا، حيولي حمر، حي النوعية، حيولي الدين، حيولي الدين، حالي سمعان، حي شولان، حي شولان، حي شولان، سوريا يا سوريا، سوريا يا سوريا. طالب تجمعوا اليوم في المدارس الأمريكية لحتى كلهم يشاركوا بعض ويعرفوا إنه ما في فرق بين جنسية أخرى، قد ما إنه بنختلف بأكلاتنا بلغاتنا بلهجاتنا بملابسنا التقليدية إلا إنه بتربطنا هيك. حسيت إنه في بناتهم وحدة مش طبيعية. بشكر الدكتور عثمان على اليوم العالمي اللي اليوم قام فيه بالمدرسة، وبشكره لثقته فينا إحنا شركة فادية الطويل وشركة الليت كمان لتنظيم هذا الحفل. We'll be right back.
نشوف مدى التقارب بين الثقافات اللي بيناتنا، والاختلافات حتكون احنا بمصلحة الطلاب ونحاول ناخذ منها كل شيء مفيد. هل حصان مبسوطين؟ كلهم مبسوطين على الايفنت هذا كثير، وبتمنى انه الكل يكون مبسوط وسعيد.